استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي. أشاد عبد الغفار خلال اللقاء بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي بدعم المشروعات والخدمات الصحية، معربا عن تطلعه إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين. كما أكد وزير الصحة أهمية التعاون بملف التنمية البشرية في العديد من المحاور، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة بهذا الملف.